من رام الله تنضم إلينا مراسلة المملكة نهاد حجازي. نهاد أهلا بك، نتابع معك آخر المستجدات. نعم غادة، كما كنا قد تحدثنا سابقا عن أعداد الشهداء التي ترتفع في الضفة الغربية ووصلت منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم إلى 378 شهيدا مع ارتقاء 5 شهداء لهذا اليوم، والجديد كان هو تشييع الشهداء الفلسطينيين الذين التقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية. وإضافة إلى ذلك، الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقوم باقتحامات متواصلة في مدن الضفة الغربية، كان آخرها في منطقة حسان غرب بيت لحم حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد أن دارت مواجهات ما بينهم وبين قوات الاحتلال خلال هذا الاقتحام، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أو الشبان الذين كانوا في الواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. اللافت كان أيضا غاذة أن الرشقات الصاروخية التي أطلقت قبل قليل من قطاع غزة سمع دويها وانفجاراتها في مناطق قريبة من مدينة رام الله، وأيضا مناطق هي تعتبر يعني مناطق في مثل بلدة كفر عقب. أيضا أكد سكان هذه المناطق أنهم سمعوا دوي الانفجارات التي كانت قد بعد يعني إطلاق هذه الرشقات الصاروخية، وكان هناك ابتهاجا من قبل الفلسطينيين أو والمواطنين الذين سمعوا هذه الانفجارات، وقالوا بأن هذا التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية لا زالت تقف في الواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ولديها الإمكانيات لمزيد من المقاومة يعني ضد الاحتلال من قطاع غزة. بشكل عام الأراضي الفلسطينية ومدن الضفة الغربية تشهد على اقتحامات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمزيد من انتهاكات المستوطنين أيضا التي تتركز في مناطق الأغوار الشمالية، وأيضا مسافة اليطا التي تعتبر هدفا واضحا لهؤلاء المستوطنين، إضافة إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة الاستيطان وهي يمينية متطرفة أيضا تدعم هؤلاء المستوطنين وتعطيهم الضوء الأخضر ليقوموا بمزيد من الإبادة للفلسطينيين ومحاولة التهجير في المقابل تمدد استيطاني واسع في كل المناطق الفلسطينية بشكل صامت في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتوجه أنظار العالم إلى القطاع، وهذا ما يستغله الاحتلال الإسرائيلي ليمارس كل ما يريده على الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة. شكرا جزيلا لك مراسلة المملكة نهاد حجازي من رام الله.